حضراتكم اسمحوا لي في بداية حلقتنا النهاردة أننا نتكلم عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة. يرأس هذه الهيئة الدكتور محمد الشحات بصفته المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. أما دورها فهو عظيم جدا. هذه الهيئة صاحبة ولاية على أراضي الدولة، يعني من حقها أنها تملك وتأجر وتدي أراضي بنظام حق الانتفاع لكل من يعمل في القطاع الزراعي أو الأنشطة الإنتاجية الخاصة بالقطاع الزراعي. إذن مرة ثانية دورها عظيم جدا، ولكن للأسف تراجع دورها بشكل كبير جدا، لدرجة أن الدولة في أحيان كثيرة جدا بتسحب ولايات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يعني ما يبقاش عندها أي أراضي يمكن أن تتصرف فيها للراغبين في العمل بالقطاع الزراعي، رغم أنها الجهة الوحيدة صاحبة قرار التصرف في الأراضي الخاضعة للنشاط الزراعي. اللي بيحصل إن هذه الهيئة بجد مظلومة على مدار سنوات طويلة جدا، وتحديدا من سنة 1984 استدانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من بنك الاستثمار القومي، استدانت حوالي 11-12 مليار جنيه، والهدف هو إقامة قرى الخريجين المنتشرة حاليا في كل ربوع مصر، من الأسكندرية لأسوان ومن مطروح حتى سيناء. كل قرى الخريجين التي تقام بغرض الزراعة، يعني 5 فدان أو 10 فدان مع بيت، كلها خضع لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اسمها مراقبات الاستصلاح. كل هذه الأراضي ببنيتها الأساسية والقومية والترع اللي أنشئت لتغذية هذه الأراضي بالمياه، بخلاف البيوت اللي أقيمت لتوطين الشباب في قرى الخريجين نفذتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من خلال قروض بنك الاستثمار القومي. النهاردة حجم هذه القروض يصل إلى 88 مليار جنيه. تخيلوا حضراتكم كم الأعباء المنوط بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية سددها لبنك الاستثمار القومي. الحقيقة الدامغة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مظلومة في هذا الأمر. هي سددت عن وزارات كتيرة جدا كافة الخدمات اللي لازم هذه الوزارات تقيمها في المناطق الجديدة، يعني سددت مثلا عن وزارة التعليم، عن الكهرباء، وأقامت مباني لوزارات أخرى، وأقامت أشياء وبنية أساسية كان يجب أن تتحملها جهات أخرى، ولكن التزاماً بحقوق الخريجين المتوطنين في هذه المناطق تحملت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أعباء هذه القروض. الحلول حالياً ما بين وزارة التخطيط اللي بيتبعها بنك الاستثمار القومي وما بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وبالمناسبة هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية طرحت فكرة، وهي نقل 160 ألف فدان من ولايتها لولاية بنك الاستثمار القومي أو وزارة التخطيط. 160 ألف فدان للوفاء بالمديونية، احنا بنتكلم في 88 مليار جنيه، ولكن وزارة التخطيط رفضت وبنك الاستثمار القومي رفض. احنا مالنا ومال الاراضي ومال الذين يتعدون على اراضي الدولة؟ انت هتدينا ارض واحنا مش هنعرف ناخد منها مستحقات البنك اللي وصل قيمتها 88 مليار جنيه. طبعا الاراضي اكيد عليها وضع يد وفي تصرفات بداخلها، يعني ناس اشترت او اجرت او خدت اراضي بحق الانتفاع في هذه المناطق. الامر غريب بالفعل ما بين وزارة التخطيط ووزارة الزراعة، ويجب
التدخل على المستوى الوزاري وأيضا تحت رقابة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لحسم هذا الأمر حتى تعود هيئة مشروعات التعمير إلى دورها الحقيقي وهو تنمية وتعمير الصحراء. هكذا يكون الدور الأسمى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية. أما الآن فكل اللي يهمها أنها تلم شوية فلوس وتروح تجري على بنك الاستثمار القومي تقول له لو سمحت شلنا 200 ولا 300 مليون جنيه من هذه المديونية. أمر بالغ الصعوبة. يجب أن نجد حلول حاسمة في الأزمة أو التحدي الناشئ ما بين وزارة الزراعة ووزارة التخطيط. وقتها هنكسب هيئة من الذهب، هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان.